قطع صلاة ولا شيء. دقيقة بيك. قطعت الصلاة. لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكل الحين يذكر أذكاره، واللي يستغفر واللي يهلل بعد كل دبر صلاة. أبي فائدة أدعيتك بعد الصلاة، اللي عنده كلمة تحسين النفس، تحسنك من تحسين النفس من دي كل أبو سحاب. الدعاء تحقيق عبادة، العبادة هي الدعاء. حسين يقول الدعاء هو العبادة، فالدعاء تحقيق نعم عبادة، والإنسان دائم في حاجة ربه. نعم، فهي الفائدة. عادل الراحة انك انت تطمئن اذا دعيت بعد كل صلاه، لانك داري ان الله بيحقق لك اللي تبيه، عائد لجسدك بالضبط. ورنس فوائده. ابو ظهير دعاء ولا اذكار والدعاء عبادة. سعد هو مثل ما قال الشباب، لكن يعني أنا بالنسبة لي أفضل الدعاء في يعني أماكن العبادة مثل المسجد وبعد كل صلاة. إيه، و يعني نسأل الله القبول إن شاء الله، فإن شاء الله يوافق يعني استجابة شيء زي كذا. وصلت طمأنينة وراحة سعادة تحسين النفس، الحضيض اللي بيعود نفسه على بعد اذنك تخليها عادة. عيال ما احد ما يكون فيه. مسفر مسفر مسلط تحسين والحضيض اللي يعود نفسه على الاذكار بعد كل صلاة، خصوصا فترة الصباح بعد صلاة الفجر ما تاخذ من وقتك شيء، وبعد صلاة المغرب حصن لليوم الثاني. اي، وعليكم بالاذكار، وخير ما يبدا به الواحد يوم اذكار. اذكار مسفر انا اشوف وش الراحة، راحة نفسية، الأدعية، دعاء بعد كل صلاة، التحسين، ولو احنا صرنا نستمر على الشيء هذا الخير اللي احنا لقيناه من البرنامج اللي راح استمرنا عليه مده يمكن 100 وعليها 110 ايام، انا يمكن اخذت 100 يوم تقريبا مع الشباب هنا طعام صرنا نقرا حسن المسلم. ولو احنا انا اشوف نفسي مقصر في شيء بسيط، لكن والله العظيم انها فادنا فاده طيبه صراحه. ولو انا شوف الذكر سواء بعد الصلاه في اي وقت، تحسين النفس، تطيب للسان وراحه للبال. صح، يعني الذكر موضع بسيط، موضع خفيف جدا على اللسان، لكن أجره عظيم، فضائله كثير. وذكر الذكر عند الذكر كثير جدا، يعني بقول لك مثال، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. برضو حبيبتان للرحمة، حبيبتان للرحمة. برضو في ذكر لو ذكرته 100 مرة في اليوم، اللي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، غفر لك ما تقدم من ذنبك ولو كان إيش، مثل زبد البحر. يعني تخيل موضعها في اللسان بسيط جدا في وقت الفراغ وفي وقت الانشغال حتى، ولكن أجره عظيم عند الله. ما قصرت يا وليد. أحمد يقول الدعاء وتحسين النفس، تحسين النفسه أي فضل الدعاء بعد كل الدعاء فرق. بشكل عام أو تحسين النفس يكون يعني للأمانة بإذن الله تعالى من حصن نفسه، وفي من ضمن التحسين لما تقرأ أنت في دعاء، مو بس تحسين، تستودع اهلك واهل بيتك ومالك وحلالك، وتستودع يعني تستودع كل شيء. فلذلك انا اشوف التحسين ان شخص لابد ان يمر عليه شخص يومين، منها انك تذكر الله، ومنها انك تحسن نفسك، ولعل وعسى الله يكفيك شر هالدنيا. ما قصرتوا كلكم، قلتوا ايه فانا الحين ببدا صايرين يهربون كلهم. لا ما هربون، عندك فهد استطرد كلمه ابو سحاوي يقول باقي انت. انا درسني دكتور اسمه
سمية في هذا الحرب